كلبة جعانة هنا هي عشان المجزر. ايه تعال شاطر هجيب لك اكل. هي ديدو هي ديدو هي ديدو هجيب لك لحمة اهو من عند الراجل ده. هجيب لك انت جاي عايزة تاكلي صح؟ انت جاي عايزة تاكلي خدي ماشي انا هجيب لك استنى. بس يا جماعة بس هي كأنها واقفة بتطلب الأكل يعني طلب يعني فالحمد لله ربنا بعتنا ليها فنشوف هي عايزة تاكل. هات نشوف بقى ايه ايه جبنا لها يا جماعة اللحمة ايه يلا ناخدها ناكلها بعيد عشان ما نضايقش حد من الناس. طيب دلوقتي يا جماعه هي دقت حته صغيره من القطع اللحمه اللي معانا فهتمشي ورايا ناخدها بقى مكان ناكلها فيه. يلا يلا عايزين نعدي الشارع زي ما انتم شايفين. يا قلبي ما شاء الله ما شاء الله نقعد بيها هنا كده. خدي خدي كلي تديها لعيالك انا عايزك تاكليها هنا براحتك ما شاء الله. عايز اقول لكم يا جماعه الكيس ده كلفني بالظبط 120 جنيه بالظبط. مش عارف هو وزنه قد ايه اصلا بس هو كلفني 120 جنيه عشان برضو الناس اللي ممكن تقول لي الناس البشر اولى بيهم او لا انا الحمد لله بنعمل خير مع البشر ولكن ما بحبش اوري الناس الخير اللي مع البشر. انا هدفي هو الحيوانات الاليفة فهوريكم الخير اللي مع الحيوانات الاليفة واللي مع الحيوانات البرية بحيث ان انا نبقى يعني ايه بنعمل زي مثال عن طريقة العطف والرحمة لجميع الكائنات على وجه الارض البشر بالحيوانات بكل حاجة موجودة. دي ام مرضعة يعني باين عليها جدا هي في جراوي تحتها والجراوي الله اعلم ما اعتقد يعني عمرهم لسه صغير واعتقد ان هي مخلفه عدد. اتفضل امسكي يا شدي شاطر شاطر اللي انا والشيف. طبعا يا جماعه بقى انا بقى يعني انصحكم بشده اللي عايز يعمل ثواب او يعمل حاجه مع الكلاب يعني تجنب البشر. يعني ايه يعني انا بصوا لو تاخدوا بالكم انا جيت شارع او جزئيه ما فيش فيها حد بيعدي ما فيش فيها حد قاعد ما فيش غير الراجل اللي مديني ظهره ده ولو بص ناحيتي هحاول ما بينلوش وانا باكل الكلبه لحمه. ليه؟ لان تراعي مشاعر الغير راعي ان ممكن حد يبقى جعان يشوفني بعمل كده فيتاثر نفسيا. وصل لكم؟ ايه ادي ما شاء الله عايزه تاخدها دي لعيالها والله عايزه تاخد لعيالها يا جماعه. هي عايزه تاخدها لعيالها وعايزه تتاكد ان انا هفضل قاعد هنا. طبعا انا مش هفضل قاعد هنا انا همشي وراها اشوفها رايحه فين. هي برضه عماله تبص عليا تشوفني. ماشيين وراها. نزلت الجراج ده هي والدة في الجراج ده يا جماعة. خلاص كده الرؤية بانت. السلام عليكم تبعك الجراج ده يا باشا؟ لا شرطة. ايه؟ شرطة. ماشي نقلع النضارة نخش نشوف بقى ايه. ما شاء الله. السلام عليكم. ايه بتيجي الاكل؟ الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم باشا معلش احط اكل للكلبه دي وامشي كده خلاص كده مش الكلب ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر انت قاعده تاكلي عيالك هنا؟ انا عارف يا جماعه الدنيا ضلمه خالص مش هتشوفوا كويس بس هم ما شاء الله. خدي
روحي اديهم. بس هتديها تاكليها انتي؟ بس خدتي بالكوا جت اديت لهم الحته ازاي؟ طيب احنا كده عايزين نطلع اللحمه دي. ما شاء الله ما شاء الله. نفسي تشوفوا اللي انا شايفه يا جماعه. هحاول يعني. دخلوا جوه كله. ماشي حتى. ايه؟ ما شاء الله. اخرج بقى نقعد نهوى هوا. انا عارف اللحمه دي انت صغير عليها بس اقعد عضعض كده فيها شوف الدنيا فيها ايه. هتتبسط يا ما تبقاش كلب رخم. امهم راحت رمت لهم حته اللحمه اللي فوقها وتاكل هي اللي هنا دول. عايزه تاني؟ هات كده بقى اكتر. الكلاب دي ما شاء الله ما شاء الله جميلة قوي يعني. دخلوا على اللحمة هناك. ايه الكلبة دي شكلها شبعت خالص. ماشي نسيب دول ياكلوا عشان هما واضح ان هما مش واخدين على البشرة. سلام يا لولو. دي رايحة تحفر. بصوا بتعمل ايه؟ بتحفر عايزة تدفن قطعة الأكل. الكلاب ليه بتعمل كده يا جماعه؟ لان هي التلاجه بتاعتهم في الارض. احنا لما بنسيب الاكل بتاعنا بنحب نحفظه فبنحطه في التلاجه. هم بيحفروا في الارض ويدفنوا قطعه الاكل ويرجعوا لها لما يحتاجوا ياكلوا ويجوعوا. طيب سبحان الله يا جماعه ربنا هو اللي بيبعت في طريق الانسان حاجات للرحمه. يعني وانت ماشي في الشارع ممكن ربنا يبعت لك كائن محتاج ياكل او محتاج مساعده او محتاج علاج. تأكد 100% ان ربنا لو عايز يشفيه ويأكله ويشبعه هيعمل كده من غيرك انت خالص. ولكن هو بيحطنا احنا في الطريق عشان ناخد ثواب. هو ربنا رايد لنا الخير. فما تشوفش كائن هو جاي لك وتقول لا اسيبه واروح اعطف على كائن تاني. لا ده ربنا بعتهولك. حاول تعطف عليه. هو حاول تعمل معاه ثواب. حاول تسرق الثواب سرقة زي ما انا بعمل. ومش انا بس، ناس كتير جزاهم الله خير. الناس اللي بتعمل خير كتير، الناس اللي بتحب الحيوانات كتير، اللي بيحبوا البشر كتير. تاكدوا برضو يا جماعه ان مفيش حد بيحب الحيوانات ما بيحبش البشر. تاكدوا برضو ان مفيش حد رحيم مع الحيوانات فهو مش رحيم مع البشر. الرحمه لا تتجزا، الرحمه على الكل. لازم تبقوا عارفين حاجه زي دي. بس انا ما بحبش اطلع حاجه وانا بعمل خير مع بشر. انا بستحلهم، انا بتكسف لهم مش اكتر. فما بحبش اظهر حد، حتى ما اظهروش وهو بيتكلم جنبي. فجزاكم الله خير. لما تلاقوا حاله تاكد ان ربنا هو اللي بعتها لك اعطف عليها حتى لو بطبطبه. يعني لو دي امكانياتك ان انت ما تقدرش تعمل حاجه غير ان انت تطبطب عليها، طبطب عليها خد الثواب بتاع الاحسان. ايه؟ انت ماشيه باللحمه ليه؟ عماله تدور على مكان تخبيها فيه. هي كل همها دلوقتي تخبي حته اللحمه دي. انا عايزها تاكلها وما تشغلش بالها. ربنا يبعت لها حد تاني في تاني. زي ما انتم شايفين كده. هي كده شبعت وعايزه تخبي دي الوقت تاني. شفتوا يا جماعه زي ما كنت بشرح لكم، هي جت تخبي تحت توقعت ان عيالها. خدي واحده ثانيه غير اللي انت خبيتيها. توقعت ان عيالها ممكن يروحوا ينبشوا في الثلاجه ويفتحوا الثلاجه يبوظوا لها الدنيا. هاتي شدي معايا شدي. ايوه كده تروحي تحفريها ثاني تدفنيها. انا اروح ادور على غيرك بقى. خلاص كده ربنا يكرمك انت. خلاص كده بتمشي ورا يا جماعه. كلب عماله تمشي ورا. لا دي جايه عايزه تدفن. ما تروحي تدفني عندك كده بتسوحي نفسك. الله يسامحك.
Hello. Can I take? Okay. تعالي تعالي نصيبك جه. تعالي بقول لك نصيبك جه. ده الرئيس كده الدنيا لسه فيها خير. مالك بصي مش مصدقه. تعالي نمشي احنا. هي هتطلع وتاكل ان شاء الله. يا قلبي يلا بالهنا والشفا. متنسيش ان في قطع تانية. ها لسه فاضل معانا يا جماعة حوالي 5 قطع ولا 4 قطع لحمة، فبنتمشى في المناطق المحيطة للمستشفى اللي أنا فيها، وللأسف مش لاقي. ده مش معاد إن الكلاب والقطط يخرجوا يدوروا على أكل فيه، إن هما في العادي بيدوروا على أكل بعد ما الشمس تقل شوية عشان ما يسخنوش وجسمهم يتعب من ده، فبيبدأوا عمليات الأكل كما الحياة البرية في الليل، يعني مش في النهار. النهار ده لو هو الجو حلو وهو الصيد متوفر أو الاكل متوفر بالنار فماشي هيروحوا له، انما الطبيعي ان هم عملياتهم كلها بالليل. بس يوم القيامه ربنا يحسن خاتمتكم اللهم امين. هتلاقوا ان لو نعرف بس نرجع بس كده للارض، يعني عشان نتصدق بكل اموالنا لله، حتى نظبط الميزان شويه، نعدل كفه الميزان شويه، فهتلاقوا ان كل الناس بتقول يا ريت، يعني يا ريت نرجع الارض ولو ثواني. فعشان كده انا مش شايف ان في اي حاجه ان انا لو كل اسبوع بصرف 100 120 جنيه، وكل واحد على حسب مقدرته، يعني كل واحد على حسب مقدرته. انا لما بحسبها مثلا لو كل اسبوع 100 جنيه يعني الشهر 400 جنيه، حط عليهم مثلا 100 جنيه ادي كده 500 جنيه في الشهر لله للحيوانات الاليفه او للحيوانات اللي في الشارع، الحيوانات اللي هي محتاجه اكل وانا محتاج الثواب منها، يعني مش هي بس اللي محتاجاني انا محتاجها. ده اللي بيخليني اتمشى وادور ان يا رب الاقي كائن جعان، يا رب انا اللي اشبعه النهارده، يعني يا رب ياخد الاكل مني انا، ما ياخدوش هو ما يلاقيهوش في الطريق. يعني انا اتمنى طبعا ان هو يلاقي اكل في الطريق، بس انا عايز الاكل الكلب الجعان او القطه الجعانه اللي انا هعدي عليهم وانا معايا اكل يكونوا جعانين فعلا، يكونوا محتاجين للقمه اللي انا هديها لهم عشان اخد الثواب صح. انا مش شيخ يا جماعه، يمكن مش ملتزم بحاجات كتير من الفروض الدينيه اللي علينا، ولكن يعني مش هيبقى من كله، على الاقل النقطه دي ان شاء الله ان شاء الله. عندنا الحيوانات الاليفه في الدين الاسلامي دخلت ناس النار ودخلت ناس الجنه على حسب اتعاملوا ازاي، يعني اللي عطف على كلب وشربه من الجزمه بتاعته فهو دخل الجنه، واللي ظلم قط او حبسه او جوعه او ظلم كلب او ظلم طير فهو دخل النار. فاحنا عندنا بما ان الكلاب والقطط والعصافير والسمك والحيوانات اللي ربنا خلقها بتدخل الجنه وبتخرج وبتدخل النار، فلازم نهتم قوي قوي بالموضوع ده. اوعوا تستهتروا باللي انا بقوله، اوعوا تستهتروا بالحاجات البسيطه جدا دي، الكائنات الضعيفه المستغلبه اللي عايشه تحت البيت او المستضعفه اللي عايشه تحت البيت عندك، الكائنات دي قد تكون سبب في دخولك الجنه وقد تكون سبب في دخولك النار. الناس اللي بتسم القطط، الناس اللي بتسم الكلاب، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مش هتكلم كتير لان كده كده اخرتكم سيئه جدا، وده الدين اللي بيقول كده مش انا اللي بقول كده. عايز تستغفر لو انت اوريدي قتلت حيوان قبل كده عن عمد، اعرف كفارتها ايه، اسال شيخ شوف هيقول لك الكفاره ايه وايه الحاجه اللي تعملها عشان تعوض عن ذنبك، وتوكل على الله واعملها ما تتاخرش، لان محدش عارف. سلام عليكم. لان محدش عارف عمره بينتهي امتى، ولا حد ضامن اللحظه اللي جايه. انا ممكن وانا بصور دلوقتي وماشي الكاميرا تقع من ايدي وحياتي تخلص في الثانيه دي. فاتمنى نلقى الله بقلوب طيبة مؤمنة ما بنعملش حاجة غلط، وإن شاء الله خير. كان معكم محمود عاطف، أتمنى ما أكونش طولت عليكم. شكراً.